في بازيليك القيامة أعلن فرح عيد الفصح بإعلان إنجيل قيامة الرب من 4 نقاط مختلفة حول القبر المقدس، وهي بمثابة إيماء رمزية لكيفية الإعلان عن القيامة من القدس لتصل إلى كل أركان الأرض. يعد القبر المقدس المكان الأكثر أهمية بالنسبة للإيمان المسيحي لما يزيد عن 2000 سنة من التاريخ والعلم والإيمان. من خلال النصوص الكتابية وشهادات الفترات التاريخية المختلفة والتوثيق الغني للصور التي تعود لحملات التنقيب وتعاون علماء الآثار والمؤرخين في حراسة الأراضي المقدسة، من الممكن أن نعود لمختلف الترميمات للقبر المقدس عبر التاريخ حتى يومنا هذا. إن الرواية الكتابية لحدث القيامة تحتوي على تفاصيل ذات أهمية كبيرة بالنسبة للأبحاث الأثرية. قام الإمبراطور أدريانوس بمحو الذاكرة اليهودية والمسيحية من خلال إعادة بناء المدينة مطلقا عليها اسم إيليا كابيتولينا. اختفى مكان الجلجلة والقبر تحت الجزء الأكبر من المعبد الجديد الذي أطلق عليه اسم الزهرة. وصلت القديسة هيلاني والدة الإمبراطور قسطنطين إلى القدس بين عامي 327 و329. وفقا لعالم الآثار في معهد الدراسات الكتابية الفرانسيسكاني الأب جونيو إلياتا، يمكن القول إنه قام باكتشاف أثري بطريقة معينة. في عام 335 تم تدمير المعابد الوثنية بأمر من قسطنطين، وبعدها تم إعادة القبر المقدس للنور من جديد. تخبرنا أقدم التقاليد أن الإمبراطور هيلاني نفسه أرادت البحث للعثور على هذه الشهادة عن موت يسوع. دمرت كنيسة القيامة وأعيد بناؤها عدة مرات، وعادت لتصبح قلب المسيحية بعد أن احتل الصليبيون القدس عام 1099. مع المرسوم البابوي للبابا كليمنس السادس عام 1342 عهد للفرانسيسكان بحراسة القبر المقدس والأماكن المقدسة الأخرى. منذ تلك اللحظة استقر جماعة فرانسيسكانية داخل كنيسة القيامة. تعتبر كنيسة القيامة مبنى قديما يعود جزئيا للحقبة الصليبية في القرن 12 وجزئيا للعصور القديمة. في عام 1927 تعرضت لزلزال شديد. في عام 1960 بدأت أعمال الترميم في بازيليك القيامة. تم توثيق أعمال الترميم خطوة بخطوة لمدة 20 عاما. انتخبت الكنائس الثلاث الموجودة في كنيسة القيامة الأب فيرجيليو كوربو كعالم آثار للأعمال في المناطق المشتركة، مهمة أبقته مشغولا لمدة 17 عاما صباح مساء. بعد 2 من انتهاء الأعمال قدم كوربو عمله الضخم القبر المقدس في القدس، مستعرضا الجوانب الأثرية من البدايات حتى الفترة الصليبية. استمرت الحفريات والأعمال في كنيسة القيامة من عام 1960 حتى عام 1980. قام الأب فيرجيليو كوربو بنشر سلسلة من الكتب في عام 1982 في 3 أجزاء لعرض النتائج الأثرية مقارنة بالنصوص الأدبية المتعلقة بالمرحلة الإنجيلية. لقد مرت 20 عاما من أعمال الترميم الأثرية الشاقة، إلا أنها أدت إلى نتيجة مهمة. في مقدمة سلسلة كتب القبر المقدس كتب الأب فيرجيليو كوربو: لقد أنهينا عملنا البحثي ونقدمه للعلماء، نأمل فقط أن تقرأ هذه السلسلة بمحبة للشخصية المنتصرة التي من أجلها شيد هذا الصرح. بفضل الاتفاق بين رؤساء الجماعة الثلاث المسؤولة عن كنيسة القيامة الفرنسيسكان والروم الأرثوذكس والأرمن، بدأت أعمال ترميم كنيسة القيامة في ربيع عام 2016. قامت جامعة أثينا بتكوين فريق الترميم، وذلك تحت إشراف البروفيسورة أنطونيا موروبولو. يتكون الفريق عن ما لا يقل عن 50 متخصصا، بما في ذلك الأساتذة والفنيون من مختلف التخصصات.
قبل أن يتم فتح قبة كنيسة القيامة، تسربت مياه فوق القبر المقدس وتسببت في ظهور بعض المشاكل الهيكلية وتضخم في الجدران. في الماضي، في زمن الانتداب البريطاني، قاموا بتدعيم جدران القبر المقدس بالحديد لحمايته من السقوط. استمر هذا الحل لما يقرب من 100 عام، ولكن لم يعد من الممكن الاستمرار بهذا الحل. بعد أكثر من 200 عام منذ آخر ترميم للقبر المقدس، شهد العلماء والسلطات الدينية لحظة تاريخية. تم تحريك لوح الرخام الذي يغطي القبر، وأصبح من الممكن رؤية الصخرة التي وضع عليها جسد المسيح مرة أخرى. إنها لحظة تاريخية للعالم المسيحي وأيضاً للعالم العلمي، في عمل يلتقي فيه الإيمان والعلم. لقد كنت حاضراً وشاهدتهم وهم يرفعون لوح الرخام الذي كشف عن الصخرة العارية التي وضع عليها جسد يسوع. في تلك اللحظة المؤثرة للغاية، رجعت بذهني ليوم السبت عندما ذهب بعض التلاميذ وبعض النسوة إلى القبر، وهناك شاهدوا القبر الفارغ. إن صخرة القبر الأصلية التي وضع عليها جسد المسيح وفقاً للتقاليد تقع تماماً أسفل اللوحين اللذين يغطيانها، ويبلغ ارتفاعها حوالي 35 سنتيمتراً فوق الأرضية الحديثة، ولا نعرف الكثير عن الأرضية القديمة. في 21 آذار عام 2017 تم الاحتفال باختتام أعمال الترميم باحتفال مسكوني. حضر الحفل ممثلو الطوائف الدينية الثلاث المسؤول عن كنيسة القيامة كما حددها الوضع الراهن، والموقعون على اتفاقية الترميم، بطريرك الروم الأرثوذكس ثيوفيليوس الثالث، والبطريرك الأرمني نوران مانوجيان، والأب فرانشيسكو باتون حارس الأراضي المقدسة. حضر أيضا المدبر الرسولي في تلك الفترة رئيس الأساقفة بيير باتيستا بيتسابالا، ورئيس أساقفة القسطنطينية والبطريرك المسكوني برثلماوس، وممثلو كنائس أخرى في كنيسة القيامة الأقباط والسريان والإثيوبيون، وممثلو الطوائف المسيحية الأخرى في الأرض المقدسة ومختلف السلطات الدينية والمدنية. أدى الفرح والشركة اللذان شهدتهما كنيسة القيامة بمناسبة انتهاء أعمال الترميم إلى مشروع جديد ضخم، ألا وهو ترميم أرضية الكنيسة. في عام 2019 تم توقيع اتفاقية جديدة بين رؤساء الطوائف الثلاثة لبدء مرحلة جديدة من الأعمال في الطابق السفلي من كنيسة القيامة. قام معدان إيطالياني مركز الحفاظ على التراث الثقافي وترميمه لابيناريا ريالي في تورينو، بالتعاون مع قسم العلوم القديمة بجامعة لاسابينزا في روما، بدراسة باطن أرض الكنيسة لإجراء مشاريع ترميمية. في بداية عام 2020 تم رسم خرائط حجر بحجر لأرضية البازيليكا، عمل مكثف بلغ ذروته عام 2022. كانت الخطوة التالية هي إنشاء أول خريطة طوبوغرافية رقمية ل1000 متر مربع من أرضية البازيليك من خلال 50,000 لقطة عالية الوضوح لأقدم الحجارة البالية المسيحية، والتي سار عليها ملايين الحجاج على مر القرون. في 14 آذار 2022 اجتمعت الطوائف المسيحية المسؤولة عن كنيسة القيامة لحضور حفل إطلاق المشروع. بفضل رسم خرائط لجميع أحجار الأرضية، سيكون من الممكن إزالتها وإرجاعها إلى نفس المكان. على مدى 2000 عام لم تتوقف كنيسة القيامة عن استقبال الحجاج والترحيب بهم. تحتفل الطوائف كل يوم بقداديسها داخل هذه الكنيسة التي تستمر في الحفاظ على سر موت وقيامة يسوع والتحدث عنه.
إن 7 أيار يصادف أحد الأعياد التقليدية التي يتم الاحتفال بها في الأرض المقدسة بعد تغيير التقويم الليتورجي في عام 1969، عيد اكتشاف القديسة هيلاني للصليب المقدس. يحمل حارس الأراضي المقدسة ذخيرة الصليب المقدس برفقة السلطات الدينية ورهبان الحراسة وكهنة من مختلف الطوائف الدينية والمؤمنين في موكب إلى المغارة، حيث تم العثور على صليب يسوع. علق الأب فرانشيسكو باتون في عظته على قراءات هذا العيد التي تساعد على فهم طريقة الخروج من الخوف وانعدام الثقة والشكوى وما يترتب على ذلك من حزن، إذ قال: علينا أن نرفع نظرنا، فمثلما رفع موسى الحية في البرية كذلك يجب أن يرفع ابن الإنسان حتى يكون لكل من يؤمن به الحياة الأبدية. كما صلى الأب فرانشيسكو باتون للشعوب المتصارعة والتي في حالة حرب، داعيا من أجل السلام. بعد القداس الإلهي، عاد المحتفلون والرهبان والمؤمنون في موكب إلى كنيسة القيامة من أجل الدورات التقليدية الثلاث حول القبر لنيل البركات الثلاث، ومن ثم إلى مذبح المجدلية، وأخيرا إلى كنيسة ظهور يسوع المسيح لأمه. ما نحتفل به في هذا اليوم هو عيد العثور على الصليب الحقيقي من قبل القديسة هيلاني، ويدعونا لفكرة أنه بالفعل من خلال العثور على الصليب سنجد أيضاً الثقة والأمل. كما تحدث الأب باتون عن حملة الترميم الجارية في البازيليك، مؤكداً أن أهمية هذه الأعمال مرتبطة بحقيقة أن هذا هو أهم مزار لجميع المسيحيين. إنه المكان الذي قدم فيه يسوع حياته من أجلنا، هو المكان ذاته الذي دفن فيه، وهو المكان ذاته الذي شهد على قيامته. إن كل أعمال ترتيب أرضية البازيليكا تحمل معنى ليس فقط ليكون المكان آمناً من وجهة نظر هندسية، ولكن أيضاً ليكون مكاناً لائقاً للاحتفال بما أنجزه الله هنا، أي خلاص الإنسان والترحيب بالحجاج بأمان. هنا في القدس في كنيسة القيامة دائما يكون الاحتفال بفصح الرب، يشهد على ذلك القبر الفارغ ويعلنه الإنجيل: لقد قام الرب حقاً.